هذا الذي كنا نتسابق على غسيله، رجل ملتحن مطبق للسنة، حتى ونحن نغسله نفرح بغسيله من نظافته واتباعه لسنن الفطرة. أظفاره إبطه نظيف، رائحته نظيفة، إذ بنا نقلبه ونغسله رحمه الله حتى وصلت إلى أن أضع الطيب على مواضع السجود ووضعته، وقبل أن أكفنه أردت أن أقبل جبهته. تعرفون لماذا؟ ستعرفون كيف مات، ولن تلومونني أن أقبل جبهته. كنت والله الذي لا إله غيره وأنا أغسله أريد أن أغسل وجهه، كنت أغلق فمه بيدي من ابتسامته، لا أقول كأنها ابتسامة بل هي ابتسامة، ابتسامة أغلقها بيدي فيفتح فمه، حتى أني قلت يا أخي سكر فمك نريد أن نغسلك، وأنا أضحك فرحان بغسيل هذا، وكنت أمسك فمه من ابتسامته حتى وضعناه على الكفن. فتذكرت أني لم أطيبه فطيبته، ثم أتيت بعد أن طيبته لكي أقبله، فأتى طعم العطر في فمي، ولكنه طعم ليس بطعم عطر عادي، إي والله. فأخذت الطيب الذي طيبته وطعمته، إذ بهذا الطيب حامض وليس بهذا الطعم، والطعم الآخر إذ به أحلى من العسل، طيب أحلى من العسل. وكلما قلت قصة هذا الرجل أشعر بطعم الطيب في فمي، ذلك الطيب. ثم كفناه وذهبنا نصلي عليه. أتعرفون كيف مات هذا الرجل؟ لقد كان إمام مسجد حافظ للقرآن، في حادث سيارة بسيط نزل بعد الحادث، نظر إلى عربته أمام الناس ثم قال الحمد لله على كل شيء، وكان الحادث بسيط جدا، ثم مشى خطوات وفي نصف الخط في نصف الطريق قال للناس ابتعدوا عني، ثم نزل على جهته اليمنى استلقى على جنبه الأيمن، ثم قال وهو متوجه إلى القبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم شهق شهق ومات رحمه الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك كنا نتسابق ونضحك ونحن نغسله مستبشرين له بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اختم لنا بأعمال الصالحين وجنبنا أعمال الطالحين. فيا من تسرف على نفسك بالمعاصي انتبه، ويا من أنت في الصالحات اثبت حتى تثبت في ذلك الوقت ويكرمك الله بالشهادة. اللهم ارزقنا الشهادة قبل أن نموت يا رب العالمين، اللهم آمين.